دخلتنا احنا الان في نفق تحت الارض. فلو كان اي زول هو بيقول الوطن اولا، احنا كان بنخط الهم الاول قصاد عيننا الوطن، ونقدر نطلع من النفق المظلم اللي احنا قاعدين فيه. فاحنا شعارنا اللي بنرفعه انه الوطن اولا، اللي كان في حزب خلى الحزب، واللي كان في مجموعه خلى المجموعه. فنحن تواثقنا وموجودين وقاعدين في الشارع على اساس انه لازم عندنا مطلوبات اساسيه بنتكلم عنها، وله استقرار الدوله السودانيه، استقرار امني واستقرار معيشي، يعني معاش الناس والمواطن ده الاساس. وهو الحكومه الحاليه اثبتت فشلها بكل المقاييس، هي غير جديره بثقه الشارع والمواطن والشعب السوداني، وما مهتمه اساسا للشعب السوداني. فبمعادلات بسيطه جدا لوجود الحكومة وفقدانها لشرعيتها، الحكومة الحالية أنا في تقديري إنها هي فاقدة للشرعية إنها تكون حكومة الدولة السودانية بمقاييس محددة. أجاب الوزراء ديل وأجاب الحكومة منه هو الشارع، والشارع الآن ينطفئ كليا على الثورة، بالتالي هي الثورة فقدت شرعيتها الأخلاقية يعني في المقام الأول. أما فقدان شرعيتها القانونية هي مسألة وكيل، وهو الذي بدأ تفقد شرعيتها عبر خروقات واسعة وأكثر من 30 خرق للوثيقة الدستورية. وهي اللي هي وثيقة دستورية واحدة، لأنه هسه يعني ببحث صغير بنلقى إنه الوثيقة الدستورية الموجودة في الجريدة الرسمية وزارة العدل هي ليست الوثيقة الرسمية المستند عليها في اتفاق جوبا، اللي بعد ذاك تم الاستناد على المادة 80 وتسمية شركاء الفترة الانتقالية أو شركاء الدم، يعني ده الاسم الهاشتاج الماشي، ونحن بنقول شركاء الدم لمواصلة سلسلة بتاعة دماء تسفك من أداء الشعب السوداني، ابتدأت بالقيادة العامة وجريمة فضل الاحتصام، وتواصلت في كل خروج سلمي. نحن لازم نرجع